بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في ارتفاع في درجات الحراره على كافه الانحاء، والطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء، شديد الحراره على جنوب البلاد، لكن بالليل الجو هيكون معتدل على كافه الانحاء. في النهارده كمان نشاط رياح على اغلب انحاء الجمهوريه، بيكون مثير رمال والاتربه على المناطق المكشوفه، كمان في فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه ورعديه احيانا على السلوم ومطروح والضبعه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. احنا عندنا، اهلا بحضرتك، عندنا ارتفاعات حوالي 5 درجات عن المعدل اللي بقالنا فتره فيه من امبارح للنهارده، ده اسبابه ايه؟ وهل يا ترى كمان دي موجه ارتفاعات ولا درجات الحراره دي هتبقى خلاص بالنسبه لنا المعدلات الطبيعيه؟ بالفعل يمكن اليوم في ارتفاع في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه بقيم تتراوح 4 إلى 5 درجات. بالامس بنسجل عظمى على القاهره الكبرى 30 درجه مئويه، اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى 35 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده بسبب ان احنا هنتاثر بكتل هوائيه صحراويه قادمه من الصحراء الغربيه، كتل هوائيه جنوبيه غربيه، الكتل دي مرتفعه في درجات حرارتها بالشكل الكبير مع منخفض جوي موجود على الصحراء الغربيه، فبالتالي هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره اليوم، واحساسنا بالطقس هيكون طقس حار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وايضا السواحل الشماليه وجنوب سيناء، طقس شديد الحراره على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، بالاضافه كمان ان في ارتفاع في درجات الحراره خلال فترات الليل، بدات درجات الحراره فتره الليل تتجاوز ال 20 درجه مئويه، درجه الحراره متوقعه ان شاء الله خلال الليله اللي جايه تكون 23 درجه بالنسبه للقاهره الكبرى، فاجواء فتره الليل هتكون اجواء معتدله على اغلب انحاء الجمهوريه فتره الليل وفتره الصباح الباكر، بالاضافه كمان احنا بنقول كتل هوائيه جنوبيه قادمه من مناطق صحراويه معاها نشاط رياح سرعاته ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه، فنشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على اثاره الرمال والاتربه، فاليوم هيكون في اتربه ورمال مثاره في اغلب محافظات الجمهوريه، وهتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق، وطبعا يعني خاصه في الاماكن المكشوفه في القاهره الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، سواحل الشماليه، محافظه الوادي الجديد. كمان اليوم متوقع ان يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه واللي قد تكون رعديه احيانا وممكن توصل لحد المتوسطه على بعض الاماكن من مطروح والسلوم والضبعه، ممكن تتقدم لاماكن من محافظه الاسكندريه لكن بصوره اقل. ارتفاع درجات الحراره متوقع ان هو يكمل معانا كمان لحد يوم الثلاث ويمكن حتى نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، لكن احنا ذروه الارتفاع فهتعتبر اليوم، يعني اليوم من 35 دي اعلى درجه حراره هنسجلها على مدار الاسبوع. تمام. غدا وبعد غدا هتكون 33 34 درجه مئويه، مع يوم الاربعاء هتكون 31 32 درجه مئويه، هو بصفه عامه ان درجات الحراره بدات تتجاوز ال 30 درجه مئويه، دي اللي هتكون السمه الاساسيه خلال الايام القادمه، والاجواء الحاره خلاص تدريجيا نبدا نحس بالاجواء الصيفيه. صحيح. فمهم جدا اليوم واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، وبقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيرة. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منان غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا لحاله الطقس. لكن خلونا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 35 الصغرى 23، العاصمه الاداريه 35 21، اسكندريه 31 21، العالمين الجديده 31 20، مطروح 29 19، دمياط 29 20، بورسعيد 29 21، اسماعيليه 35 22، السويس 34 21، العريش 30 18، كاترين 28 10، طابق 32 20، حلايب 31 24، شلاتين 33 23، شرم الشيخ 33 23، الغردقه 33 23، الفيوم 37 22، بني سويف 37 22، الوادي الجديد 39 22، اسيوط 32 17، سوهاج 38 23، قنا 38 24، الاقصر 38 23، واخيرا اسوان 38 24. طمنا حضراتكم عن حاله الطقس، لكن في ارتفاع في درجات الحراره ملحوظ، وكمان في النهارده نشاط للرياح مثيره للرمال والاتربه، نخلي بالنا من ارتفاع درجات الحراره ونخلي بالنا كمان لمرضى الجيوب الانفيه بسبب الاتربه والرمال. هرجع مره ثانيه لشاذلي وبسنت عشان نكمل معاكم في قناه صباح الخير يا مصر.